على ابنك اللي ببطنها. مش ابني. مش ايه؟ اللي ببطنها ده مش ابني. امال ابني مين؟ ابن رجب. رجب؟ رجب؟ يا دي المصيبة، يا دي العار، يا دي المصيبة. ايه؟ انا في كابوس؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل لنا ده؟ في ايه؟ خير، في مجموعة من المسجلين خطر تم القبض عليهم امبارح يا اشرف، فانا قلت استدعيك، جاي استعرف على حد منهم، خصوصا ان احنا ظبطنا معاهم اسلحة آلية زي اللي استخدمت في العملية بالظبط. يا ريت يا باشا اشوف. ابدأ العرض يا ابني. اه يا ولاد الكلب، إيه؟ انا هموتكوا يا ولاد الكلب. ايه ده يا اشرف؟ ايه ده؟ مش كده؟ اهدى ازاي؟ انا بسببهم دمروا حياتي. انت متاكد من الكلام ده يا اشرف؟ انا لا يمكن انسى الاشكال دي ابدا. انت يا ابني اللي ضربت نار على اشرف باشا وهربت المساجين اللي معاه. مش انا يا باشا، انا اول مره اشوفه. عموما احنا هنقارن الطلقه اللي في كتف اشرف باشا وعربيه الترحيلات بالاسلحه اللي معاكوا، انما لو طلعتوا انتوا اللي عاملينها بقى اقسم بالله العلي العظيم لو اديكوا ورا الشمس. ده قضية أمن دولة يالا أنت وهو. أمن دولة إيه يا باشا؟ أنا ماليش دعوة بحاجة. عموماً لو في حد وزكوا على حاجة زي كده قولوا لنا، ولو اعترفتوا ده في مصلحتكم. أديني بقول لكم أهو. أنا ماليش دعوة يا باشا، أنا هوجع على كل حاجة. مين اللي قال لك تعمل كده؟ أنت! واحد اسمه الشنواني يا باشا. شنواني؟ مصيبة يا سعد. خير؟ في إيه؟ البورصة وقعت. وقعت إزاي؟ مش بورصتنا احنا بس، دي البورصات العالمية كلها بسبب أزمة الديون العقارية اللي في أمريكا. وإحنا مالنا احنا ومال أمريكا؟ مالنا إيه يا سعد بيه؟ ده في بنوك كبيرة فلست وشركات كبيرة هتقفل. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. الواضح كده إن العالم داخل على أزمة اقتصادية صعبة جدا، وهتاخد في وشها الكبير قبل الصغير. سعد بيه، في أخبار مش كويسة يا فندم. مش كويسة أكتر من كده؟ المستورد الإيطالي بعد فاكس.